ان امام مرحله سواء على المنتخب السعودي لما يجي لاعب مثل سالم الدوسري الكل ينظر له، هو اللاعب رقم اثنين في الكره السعوديه وثلاثه، ما هو مقبول من التصرف مهما كان. صحيح ما شات ولا لو شات ما كان النقد مختلف، لكن مجرد رفضه حتى وصوله للمدرب، لو ما ابتسم المدرب صارت مشكله. احترم وجهه نظرك سليمه. هذه تجي احترافيه دياز للامانه. انا بس اللي ابغى اقوله في لحظه شوي اذا سمح لي ابو حنيف، الحين كل واحد يعبر عن رايه من زاويته، انت تشوف وانا تجي تسالني انا، يعني انا بين الرايين مع كل التقدير والاحترام لكم، يعني انا ميل شوي مع رايك، انا احب اللاعب اللي خلاص المدرب قال الكلمه كمل خلاص دام بوجود معي خلاص عرفت شلون؟ لا والله بس بقول لك شغله، بس بعد ابو حنين عنده وجهه نظر والله احترمها. لا لا بس اقول هو ايش يقول؟ لحظه خل وضعك. انا ما احب اللاعب لا لا بس هو ايش يقول؟ انا ترى مشكلتي مع الهلاليين بالذات. طيب ترى يوم الايام بيتذكر الهلاليين سامي الجابر رمى الفنيله في التغيير وكتبت زاويه طبعه ثانيه، ما في لاعب يرفع خشمه على النادي. طيب ما قبل وسامي الجابر كان الرمز الوحيد، فاي لاعب يستبدل يحترم راي المدرب. اي بس خليني اقول لك شغله يا ابو تركي، هو بعد هو ما يعني الرجال يقول لا 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 هو لا يهمك اعرف هو لا شوف انا هو يقول غلط شوف بس انه يعني انا ما اقدر ما تضخمونها انا ما اقدر اساوي واحد قاعد يسيء الادب في امام الناس وامام المدرجات ويشوت ويسوي ويتهجم ويرمي فنيله ويطلع على غرفه الملابس مباشره، واحد كانت رده فعله يعني انا ما اقدر اسويه بواحد امتنع يطلع من الملعب. صحيح ولا امتنع؟ انا من هذا المنظور. اثنين انا امدح دياز ليش؟ لانه دياز اليوم مثلا اذكر لك مانو مانيز مثلا في النصر لما طلع حمد الله وصارت لا كانت حمد الله رده فعله مش جيده، ايش سوى له؟ كان يسوي له كذا. صحيح. هذه خلت المدرب ياخذ الموضوع شخصي. دياز شافه واحد من اولاده داخل العائله، داخل البيت. جميل. هذا هو اللي خلى الموضوع ما يكبر، ترى ممكن يكون سالم تكون تكبر رده فعله لو كان في رده فعل اكبر من دياز او شيء من هالقبيل، لذلك انا ما اقدر اساوي واحد بهذا الليفل بواحد يعني انت تشوف اليوم طلعت سالم ما تشبه طلعت كويلار. لا اطلاقا اطلاقا، واحد راح على الدكه ويشوت ويكسر ويسوي، لا هذا 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 خليني اقول لك هذا مو بعاجبه، هذه بيمشي الاشياء بمزاجه. رده فعل طبيعيه انا اشوفها جات داخل نطاق الادب، ودنا ما تطلع من سالم ودنا لان احنا نظرتنا لها كبيره. جميل. لكن ما اجي الاثاره اللي موجوده في السوشيال ميديا ما اجي اضخمها بهذه الامور، انا هذه وجهه نظري يعني. بكل عموما بكل مجمل المباراه قدم مباراه كبيره صراحه الهلال يستحق عليها الثناء، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في مباراه الزمالك اللي من خلال هذه المباراه عد بدله واخذ مباراه وقاعد يمشي في المسار الصحيح. عندك شيء تبي تضيفه ابو تركي؟ لا والله احترم، بالعكس انا اقسم بالله ترى ليش انا اتحمس، مو متحمس لرايي لاني انا يعني ما زي يقول بعض الامور تحتاج الى رجع الى قسوه، لانه لعبتنا اعرف ما نعطوا وجوه وسويها في محفل خارجي والله نتعب. نسينا اللي صار للهلال في نهائيات العالم، ما نبغى نذكر بالاوجاع. انا استهدف الهلال لاني مثل اللي يقول امون على الهلال، لو اذكر لاعب فلان نادي فلان قال ايش قصده. فانت لما تحترم راي المدرب حتشوفك ان شاء الله خارجيا بنفس السلوك. اللعيب اللي يعني لابد يكونون قدوه مهما كان، صحيح انه بشر وتصرفها ما في رعونه ولا طلبنا بشطبه، نقول له لا لا يتكرر منك التصرف يا سالم لانك قدوه.